الفنانة الإماراتية أحلام عبرت عن استيائها الشديد جدا بسبب اللي تعرضت له الإعلامية الكويتية حليمة بولند لما توجه لها أسئلة شخصية ومحرجة خلال وجودها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية. حليمة لما تعرضت للأسئلة المحرجة والشخصية جدا عن حياتها حاولت الانسحاب مرتين من على الهواء في برنامجين مختلفين. بالنسبة لمقابلتي في برنامج سوار الشعيب، أنا لما رحت كنت عارفة ستايل البرنامج إنه يعتمد على الاستفزاز، يعتمد على الكوميديا خفة الدم، وأنا رايحة بالعكس أنا عندي ثقة كبيرة بنفسي، فبالتالي رايحة ومخذ الأمور كلها من باب الغشمرة والضحك، يعني فان. الفنانة أحلام أو العمة، وهو آخر لقب حصلت عليه من أيام عملت هاشتاج باسم حليمة بولند في البوست اللي نشرته على تويتر. وكتبت أحلام وقالت: من فترة شفت مذيعين بيسيئوا الإعلامية الكويتية وبالتحديد حليمة بولند، احترموا نفسكم، ما عاد في ذوق ولا أدب ولا رجولة، والله عيب. حليمة انسحبت من برنامج سوار شعيب بعد ما عرض المذيع سؤال عليها بيمس حياتها الشخصية، وتكرر نفس الموضوع خلال وجودها ضيفة في برنامج فك شفرة، فاضطرت مرة تانية للانسحاب. قولي لي أنا بجاوبك عليه، جاوبيني، قولي لي هذا غلط ولا صح بس. أنت من صدقك؟ إيه من صدقي، يعني مو قاعد تغشمر يعني. أنت يعني أنت شايف، أنت قاري الأسماء الموجودة يعني أنت قاري الموضوع؟ أنا قاري الأسماء وأنت موجودة في هذا الموضوع، والموضوع هذا يخصك. أنت الحين المعلومة اللي انعرضت صحيحة ولا غلط؟ أنت بكامل قواك العقلية صح؟ إيه شو المشكلة؟ صح، لأن أنا شاكة بالموضوع. هذي محبك، هل أحقك؟ لا ترى ترى ما راح أركض أقول لك تعالي، يعني هذا ومن قال لك أنا ركضت؟ كنتي تعالي بيجي أصلاً، من قال لك؟ حياك الله، نورت البرنامج. من الواضح كده ان البرامج عايزه تعرف السر وراء علاقتها الشخصيه بشكل محرج، ومن الواضح برضو ان تضامن الفنانه احلام معاها لانها شايفه ان دي حياه حليمه الشخصيه وما ينفعش الاعلام يتدخل فيها بالشكل ده.